إذن مشاهدينا، أعلنت أوكرانيا عن سقوط قتيل وأربعة جرحى جراء القصف الروسي على كييف في إطار تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي المقابل قالت روسيا إن الأضرار التي لحقت بمبنى سكني في العاصمة الأوكرانية سببها صاروخ أوكراني مضاد للطائرات، مشيرة إلى أنها قصفت مصنع إريتيوم للأسلحة بوصفه بنية تحتية عسكرية مشروعة. وكان الجيش الروسي أفاد في وقت سابق بإحباط هجوم من أوكراني جديد على جزيرة زميني في البحر الأسود، وأنه استخدم أسلحة بالغة الدقة في قصف مراكز تدريب تابعة للجيش الأوكراني في مناطق تشيرنيف وجيتومير والفيف الأوكرانية. من جهته أضاف الجيش الروسي أنه تم إسقاط مقاتلتين وثمانية مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 720 متطرفا. هذا وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عددا من وحدات القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا. وهنا وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: استمع الجنرال سيرغي شويغو في مراكز قيادة الوحدات الروسية إلى تقارير من القادة حول الوضع الحالي وإجراءات القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية. مشاهدينا، تأتي زيارة شويغو بعد إعلان أوكرانيا تعرض كييف لقصف في الساعات الأولى من صباح الأحد استهدف مبنيين سكنيين على الأقل. وسياسيا، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات الروسية الأخيرة على حي سكني في كييف قريب من مصنع للأسلحة سبق أن استهدف في الأسابيع الأخيرة بالهمجية. وجاء هذا حمود في وقت حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أي محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي أو تفاوضي الآن في أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة حالة انعدام الاستقرار العالمي. فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الحكومة البريطانية تسعى لترهيب سكان البلاد بحرب نووية وشيكة مع روسيا من أجل صرف انتباههم عن المشاكل السياسية الداخلية. إلى ذلك، تحدثت تقارير عن أن روسيا توشك على التخلف عن سداد ديون لأول مرة منذ عام 98، إذ يبدو أنها ستعجز عن الوفاء بموعد نهائي اليوم لدفع فائدة بقيمة 100 مليون دولار.